لك هو شيتوس لابس النضاره ما اعرفش جوه المطار. كان في شمس في المطار على عين شيتوس بس، وانا الجرافات كانت عريضه شويه. لا كلنا مش انت لوحدك بس. بس كانت الموضه على فكره يا جماعه معلش. الشيخ اسامه بيقول لك ايه؟ الشيخ اسامه قافل قافل اسامه تحس كان بيشنق نفسه. اسامه شانق نفسه. اه قافل البدله. عايز اقول لك من الذكريات وشادي يعني طبعا ايه عايز يخلص يعني. بص يا اسلام بص الصوره يعني من الذكريات الحلوه قوي الواحد بيحب يشوفها قوي. انا عايز اقول لك الصوره دي بقى يومين بتتبعت لي والله العظيم يا اسلام على التليفون. انا ببص الاول لما بشوف اللعيبه دي والانجازات الحمد لله اللي قضيناها. بعدين في يعني هات اي صوره للمجموعه دي يا اسلام هتلاقي في ضحك على الوشوش كده. الناس فرحانه مبسوطه كلها حابه بعض قوي كلها رايحه عشان هدف واحد بس. هي عايزه تخلي النادي الاهلي في احسن مكان طبعا. عشان كده جربنا مره ما حصلش الثانيه لكن الثالثه انت عامل يعني بال حضرتك كابتن. بص يا سمير بص هم دلوقتي بيقولوا يعني المقارنه. لا بس انا عايز اقول لك جميل حاجه على فكره احنا كنا عايشين بجد. خلي بالك كابتن خلي بالك يا صديق اللي فوق دي برده كانت موضه ساعتها. ايوه لا انا بقول وقتها الشياكه تحت والشياكه فوق. انا مش بتريق على نفسي على فكره انا بقول دي وقتها لكن انا طبعا الصوره دي تحفه على فكره جميله قوي. بس انا يا جماعه عايز اسال يعني حاولوا تجيبوا لنا شيتوس عشان نساله هو كان لابس نظاره ليه.